نسيب بقى أخبار جوجل ونشوف تويتر وآخر أخباره وخبر مهم. خبر بيقول التغريدات الصوتية تصل مزيدا من المستخدمين في تويتر، وميزة تحويل النص الكلام لنص تقترب. أعلنت تويتر أن ميزة التغريدات الصوتية على في طريقها لمزيد من المستخدمين. قلت لكم أنه كان تم تطبيقها بشكل تجريبي، دلوقتي بتتوسع، حتى الآن هو متاحة لنظام التشغيل iOS دون غيره، وده بعد إطلاقها في الشهور الماضية. تم إطلاقها لبعض المستخدمين على نظام التشغيل المذكور iOS طبعا، لكنه بدأ يتوسع لناس أكتر. وأضافت الشركة أن ميزة تحويل كمان الكلام إلى نصوص مكتوبة في التغريدات الصوتية قيد التطوير. الميزة بتاعت التغريدات الصوتية دي من اللي بتعملها تويتر هتقدم للمستخدمين فرصة أنه يغرد عبر الصوت من غير ما يقعد يكتب النص، وده بيمنحهم فرصة مغايرة للتعبير عن أنفسهم بالصوت طبعا، لأنه المشاعر مش دايما بتنتقل بالكلام. يقدر التغريد بالصوت ده يكون بطريقة مشابهة شوية للتغريد النصي، من خلال أنك تضغط على أيقونة التسجيل الصوتي في جانب صندوق التغريد لإرسال المحتوى، وساعتها هيتم تحويله للنص زي ما قلت لكم. التوسع ده بيأتي بعد أيام قليلة من إعلان تويتر عن بدء اختبار ميزة الرسائل الصوتية، لأنه ما دام في تغريدات صوتية أكيد يبقى في كمان رسائل صوتية، واللي أتيحت لمعظم المستخدمين في البرازيل، وبعد كده هيتم إطلاقها لباقي البلدان خلال الفترة القادمة. كل ده في خطوة من الشركة لتعزيز التواصل بين المستخدمين بعدة حلول، ورفع الإقبال على ميزة الرسائل المباشرة على المنصة لمنافسة الخدمات الأخرى اللي بتنافس تويتر، وطبعا أكبرها وأهمها هو فيسبوك.